طقطيوط هي أعلى قمة تعلو سفوح جبال أحمر خدو على ارتفاع يقارب 1900 متر فوق سطح البحر. كانت مصيفا لقطاع من سكان مزيرعة أثعلي وموسى، حلم العودة يراود الأحفاد أكثر من أي وقت مضى. بلاد هذه كانت عامرة إلى سنة 1970. 1970 هجروا مالها من أساس الما ما كانش، هبطوا للمزيرعة. آليات ثقيلة وحفارة ومواد بناء وصلت إلى القمة بعد شق مسلك ذو منعرجات كثيرة. والطريق اليوم الحمد لله راه واجد، كتر خير الجيش الوطني الشعبي. كان مشكل الماء، اليوم الحمد لله الماء راه موجود. وقت تشوف درك رانا طرحنا الأرض وتشوف الماتريال اللي راه هنايا. القرية الجديدة التي ستطل على فضاءات واسعة يهندسها فريق مختص في الهندسة. المنطقة كما راكم تشوفوا منطقة جبلية، والدراسة تاعنا راح تكون إن شاء الله متناسقة مع المنطقة، راح تكون إن شاء الله انتجراسيون في 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 المكان. لا ضجيجة ولا بيئة ملوثة، هنا يوجد الهدوء والسكينة. لو تنطق طقطيوط لقالت تعالوا إلى حيث الهدوء والإطمئنان.